استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير صباح اليوم سعادة اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي، وذلك بمناسبة تعيينه قائدا لقوات درع الجزيرة المشتركة بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني. في بداية اللقاء هنأ سمو رئيس الحرس الوطني قائد قوات درع الجزيرة المشتركة بمناسبة تعيينه ومتمنيا له دوام الرفعة والسداد في مهام عمله الجديد، مؤكدا سمو الدور الهام الذي تقوم به قوات درع الجزيرة المشتركة في سبيل حفظ حدود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وردع ما قد يتربص بها من أخطار وأطماع خارجية. كما أشاد سمو بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف وتقوية الروابط المشتركة بين دول الخليج. من جانبه أشاد سعادة اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي قائد قوات درع الجزيرة المشتركة بالجهود التي يبذلها سمو رئيس الحرس الوطني للارتقاء بالمنظومة العسكرية في الحرس الوطني، وذلك بما يصب في صالح حفظ أمن مملكة البحرين وحماية مكتسباتها. في نهاية اللقاء قدم قائد قوات درع الجزيرة هدية تذكارية إلى سمو رئيس الحرس الوطني بهذه المناسبة.